السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم دلوقتي في موضوع مهم جدا وهو الفيفر. الفيفر عبارة عن increase في body temperature greater than the normal core temperature. The normal body temperature can fluctuate and average between 36.4 and 37.2. Although most fever can easily manage with proper treatment and the presence of fever may also indicate serious underlying illness such as acute infection that require immediate treatment. بس احنا دورنا الكور بتاعه ان احنا نفهم من ناحية الاوتوسي ومن ناحية الاوت بيشنت ازاي نتعامل صح. ازاي لما يجيلي مريض عنده فيفر افهم ازاي ان انا اتعامل معاه صح واوجهه صح في نفس الوقت. الفيفر ممكن تكون idiopathic in nature، طبيعتها idiopathic، but it can also as a result of numerous factor. ممكن في عوامل تانية ممكن تسببها زي infection او pathologic condition او vigorous exercise ممكن يعملها او response to use of some pharmacologic agent. ممكن بعض الدراج فيفر تكون سبب لبعض الفارماكولوجيك ايجنت. فاحنا الفيفر ليها اسباب كتيره جدا لا تحصى ولا تعد. الموست كومنلي او كومنست كومن ان الفيفر دي بتكون نتيجه الميكروبيال انفكشن، سواء بكتيريال او فانجل او فيرال او ييست وهكذا. والفيفر دي غالبا ممكن تيجي كمان نتيجه الاميونايزيشن او ممكن تيجي الحاجات ناتشرالي. البيشنت خد مثلا اميونايزيشن او خد الفاكسين وجي بعدها شويه فيفر صغيرين. الكلينيكال بريزنتيشنز اللي بتيجي عندنا بتكون غالبا بيكون في ديسكمفورت، ارثريجيا، chills, flushed face, with general feeling of malaise, the headache, the myalgia, the sweating, كل دي clinical symptoms ممكن تكون مع الفيفر. How to measure the body temperature؟ عندنا في كذا وسيلة. الموست كومنلي طبعا هو الأورال والريكتال والحاجات اللي احنا بنستخدمها في الحياة اليومية. الأورال غالبا النورمال رينج بتاعي بيوصل إلى من 36.1 إلى 37.2. التيمبانيك عن طريق الاير بتكون من 37.3 إلى 37.6. عندنا في الريكتال باثواي من خلال الريكتم ده بيكون من 37.3 إلى 37.6. الأكزيلاري أو بالأرم بايت بتكون 36.4 إلى 36.7. والتيمبرال أو من الفور هيد ده اللي هو بيكون commonly بيكون من 36.4 إلى 36.7. How to manage the fever؟ المين جول بتاع المانجمنت بتاع الفيفر هو السلف تريتمنت اوف ذا فيفر. ايه المشكله اللي سببت ان البيشنت يبقى عنده الفيفر؟ لو المشكله دي حاجه مايلد انا هقدر اتعامل معاها كويس. لو هي فايرال انفكشن محتاج سبورتيف ثيرابي، اوكي انا ممكن ادي الميديكيشن واكمل عادي. فلازم اخد من البيشنت الكومبليت هيستوري اللي اعرف بيه الكوز بتاع الفيفر ايه، ولا هي حاجه سيريسلي محتاجه مني انا تدخل، ولا انا ممكن يعني اوجهها للهيلث كير او الامرجنسي، ولا ممكن انا اتعامل معاها بشكل صحيح. الموست كومن prescription antibiotics اللي احنا بنستخدمها مع الفيفر هي الاستامينوفين والنونستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز زي الاسبرين والايبوبروفين والنابروكسين، الحاجات العاديه خالص الجنرال اللي احنا ممكن نستخدمها. الاستامينوفين والايبوبروفين ساعات بيكونوا موجودين مع بعض ان كومباينيشن، بس اهم حاجه احنا نعرفها في استخدامنا هو انتو سيلكت الاستامينوفين او الباراستامول والايبوبروفين. هما الاثنين دولت extensively antibiotic. غالبا احنا بنبدأ بالاستامينوفين لو الحالة عندنا مايلد وناخدها مثلا Q6 hour على ما البيشنت يتحسن، وبعد كده بنكمل بالايبوبروفين لو الحالة بتاعتنا سيريسلي او احنا محتاجين ان احنا نغطي فترة اطول، لان الايبوبروفين بيتاخد 3 times per day. طيب من ناحية السيفيريتي غالبا بنبدأ بالاستامينوفين مع الاحتياطات اللي احنا عارفينها في الدوز بتاعتنا الماكسيمم دوز عشان الهيباتيك توكسيستي، وبنكمل بعدها لو احنا احتاجنا او الموضوع فيه سيريسلي نكمل بالايبوبروفين. الايبوبروفين ابروفد اونلي في البيشنت اللي هو بيكون مور ذان 6 مانس. دي واخده ميديكال اليرت من الاف دي اي ان احنا ما نستخدمش الايبوبروفين في الحالات بتاعه البيشنت اللي هما بيكونوا اقل من 6 مانس. من النون فارماكولوجيك ميجرمنت اللي احنا بنديها للبيشنت وبنعلمها له كذا حاجه طبعا في الفيفر، وهي الاديكوات فلويد انتيك عشان نمنع الديهايدريشن. الحاجه الثانيه ويرينج اللايت ويت كلوزز او الحاجات اللي هي بتكون لايتر كلوذينج، وريموفينج اي بلانكتس او اي حاجه انكمفورتبل، ونعمل مينتيننج البودي روم تمبريتشر ان هي تكون في النورمال تمبريتشر عشان نساعد البيشنت وهو في الفيفر. طبعا الحاجة المهمة اللي احنا دايما بنركز عليها drinking plenty of food، ده من الحاجات المهمة زي الفروت جوسز والووتر والبالانسد الكترولايت ريبليسمنت، كلها حاجات هتساعد مع المريض بتاع الفيفر. الحاجة المهمة اللي احنا محتاجين نتعلمها واحنا بنتكلم مع البيشنت اعرف الكوز، هل
التركوز ده في sense of emergency، ولا هو أنا ممكن أتعامل مع البيشنت هو viral infection بسيطة. لازم تعرف كمان الproper antibiotic المناسب للبيشنت. ساعات في بيشنت ما ينفعش أن أنا أديهم الNSAIDs لو هو عنده مثلا gastric ulcer أو عنده مشكلة، في الحالة دي لازم أنا أختار الantibiotic الصح اللي هيمشي مع البيشنت. والحاجة المهمة جدا لو في أي drug interaction أو contraindicated، الهيستوري بتاع الميديكيشنز اللي بياخدها البيشنت إيه بيساعدك كتير جدا. You should advise to always read all of the medication label prior to administration، ودي من الحاجات المهمة جدا، to avoid therapeutic duplication، ودي كتير بنقع فيها ان بيكون في كذا medication ليهم نفس الرجمن والبيشنت بياخدهم واحنا مش فاهمين او مش عارفين. فحتى therapeutic duplication you should avoid it عشان نمنع اي maximum dose ممكن تيجي سواء في الباراسيتامول او اي سايد افكت من الايبوبروف. من الحاجات برضو اللي احنا محتاجين نحطها في اعتبارنا بعض الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها ككير جيفر او كبيشن، should be directed to always contact the primary care. امتى اوجه المريض ان هو لازم احط في ظهري السيف سايد، لما لو في انا درجه الحراره استمرت والبيشنت ما اتحسنش لازم اديله التعليمات انت لازم تروح للهيلث كير. لو انا في اي راش حصل للبيشنت لازم يروح للهيلث كير. لو مع التشيلدرن يانجر ذان 3 مانس وعنده ريكتال تمبريتشر زادت عن 38 لازم يروح للهيلث كير. لو اولدر ذان 3 مانس وزادت الحراره عن 40 درجه سيلزيه في الحاله دي لازم يروح على الهيلث كير، لان في الحاله دي انا هكون محتاجه فيردر انفستيجيشن، لان ممكن يكون في سورس تاني او في مشكله تانية انا محتاجه ان انا اعالجها صح. فمهم جدا في الفيفر بالذات تو ليرن امتى هروح للهيلث كير عشان اقدر اخد الرايت ديسيجن معايا. اخر نقطه عايزه ادي عليها ريستريكشن زي ما اتكلمت عليها من شويه، الاستامينوفين او الباراسيتامول الجرعه بتاعته لو احنا هنديك ليكويد 160 ملي جرام بير 5 مل، اهم حاجه مهمه جدا انها dont exceed 5 doses per 24 hour عشان الريسك اوف هيباتوتوكسيستي. دي من الحاجات المهمه سواء انا حدي تابلتس لحد ادلت او حدي الليكويد، انا محتاج ان انا نوت اكسيد الهاي دوز عشان احافظ على البيشنت من الهيباتوتوكسيستي. فدي من الحاجات المهمه اللي انا بحطها في اعتباري وانا بدي الباراسيتامول او الاستامينوفين. والنقطه الثانيه هي الايبوبروفين، ات از نوت ريكومندد زي ما انا قلتها في شويه مع البيشنت او التشيلدرنز اللي هم بيكونوا اقل من 6 مانس اوف ايج. دي من الحاجات المهمه جدا اللي انا بعمل عليها ريستريكشن والاف دي ام طلع عليها كلير ريستريكشن ان انا ما استخدمش الايبوبروفين مع الاعمار الصغيره. فدي حاجات انا بحطها في اعتباري وانا بتعامل لو انا قدامي بيدياتريك بيشنت او حد تشيلدرن. في الحاله دي انا بروح على الاستامينوفين، والجرعه لو انا حديها في الاستامينوفين انا دونت اكسيد الماكسيمم دوز اللي تقدر ان هي تديني او تسبب لي الهيباتوتوكسيستي. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.